يعني دائما انا اتكلم على حاجه، في فرق لما تلعب عشان ال بي وتلعب عشان تتعلم. اوكي، ابغاكم تغيروا طريقه تفكيركم يا شباب، نبغى نلعب عشان نتعلم. اوكي، بعد اي جيم بالله يعني يعني نصكم ولا ثلاثة أرباع الستريم عندي أقل مني إيلو يا أخي. أنا المفروض إني أنا أحسن منك، وأنا أحسن منك، أنا بعد كل جيم أنا راح أتفرج على جيمي. ليش؟ عشان أشوف إيش سويت غلط، عشان أقول بكرة أركز إيش الحاجة اللي أبغى أصلحها. لقيت يعني أنا بطالع في أقيامي حق أمس كل يوم يا شباب، كل يوم ترى الجيم ياخذ معايا 10 دقائق عشان أراجع. أوكي، أهو بسرعة خذ الجيم، روح ترو الجيم. هذا واحد من الجيم اللي لعبناه انا وكتلول، رايت عندي كان قدام كتلول، هذا اللي كان فيه عبد الله انت معنا. تمشي عليها بسرعه، تشوف الليننج باث كيف سويت الويف بوش حقتي صح زي الناس الوادم. يعني انا قلت الماتشب هذا مين يفوز فيه، ماتشب هذا انا افوز فيه، ايش ابغى اسوي؟ ابغى اجيب ليفل 2 قبلهم، خلاص حطيت بلان في راسي، ابغى اجيب ليفل 2 قبلهم، وفي نفس الوقت I want to try to make a play. يعني أبغى أوصل، I want to keep، أبغى أنا أبغى أن أبغى أجيب منين شو اسمه، أبغى maintain a priority في اللين عشان الجنجل حقي يقدر ياخذ الدريكس ببلاش من دون أي مشاكل طول الوقت. مع إنه كان ممكن أسوي فريز، أحيانا ما تبغى أسوي فريز يا شباب، لما تلعبوا خمسة مع بعض تتكلموا أنتم مع بعض تقولوا والله نبغى we maintain priority عشان نشيل دريكس ولا عشان نشيل هذا. وشيء ثاني، عشان بلعب كيت وسونا وعندنا بوك سستين، I was in the other two not this one يا سينا، بوك سستين، فأقدر أسوي له بوك تحت التور وأضربه وأخليه يخسر مينيونز مرة كثير، ما عندي أي مشاكل. هذه سبيسيفيك اهو زي كده، أضرب أشيل أضرب شيل، تسوي ثلاثة إيز المانا حقتها تخلص، أنا أقدر أضربه وما أخاف ألعب مرة أقرو عشان عندي سونا تقدر تهيلني مرة تانية، وعشان عندي whatever. فا اوكي كويس 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 كويس، كان عندي يا اسوي تشيت الريكول، يعني ارجع ريكول بعد الويف الثالثة. فشفتوني ايش سويت؟ قررت قلت انا الويف الثانية حجيب بيها ليفل 2 ما اقدر اتضارب، الويف الثالثة حسوي شف. لعبت على 3 مينيون ويف رول الاولى الاساسية من دون ما اسوي تشيت الريكول، تمام؟ بس اهو دفيت المينيون ويف تحت التور وصلتها، المينيون ويف الثانية مش الثالثة، رايت؟ الثالثة جاية في الطريق، it was a bit early بس I have total control عشان أبغى أضربه طول الوقت. أشيل المينيون ويف هذه، بعدين أنا عارف إنه دقيقة 3:23 حيجي الجنجل، بس إحنا شفنا الجنجل هنا مرة ثانية، شايفينه في الميني ماب، شايفينه كت، he's already there. أصلاً راح عبد الله، راح الجنجل حقنا أخذ التوب حقه بهدلوه فما قدر يسوي شيء، فراح أخذ البلو، بعدين راح مد وشايفينه سوى ترانزيشن للتوب من هنا. احنا شايفينه خلاص، ام جونا شاف البنيه الويف الثانيه هذه وصلها تحت التور عشان ابغى التور يسوي لها باونس، يعني مو هذه واللي بعدها، اللي بعدها هو جاي ورايا دحين، هيكون في 7 8 مينيونز اقدر اسوي باونس دحين، اقدر اروح اسوي ايش ودي كواليت روم وارد. فايش قمت سويت؟ الجنجلين حقنا كلهم فوق بيتضاربوا، انا العاده اسيب السكاتل، نسيب السكاتل للجنجل حقنا، الجنجل حقنا ما جالس يلعب جنجل، جالس يلعب فيرتيكال فوق، ما هو نازل ولا يبغى ينزل عشان كمان ايكو موجود معاه فوق ويبغى يستمر. قلت يا عمي اجهز اللوكيشن هنا عشان اشوف ايش في باقي، عشان اقول للجنجل حقنا انه ترى والله لسه وولف ما اخذها، وباعتبار انه احنا لو سوينا تي بي طبعا لو سوينا تاب حنشوف انه موجود. وقمت اخذ السكاتل، وانا عارف الويف هنا، الويف هنا جاي علي، ما في ولا شيء حيضيع علي يا شباب نهائيا، ولا شيء ما حيضيع علي. فايش اللي ابغى اسوي؟ ابغى الويف يسوي بوش علي، انا عارف انه اكو دحين راح بدا يخلص التوب، الجنجل حقنا نازل لنا واحنا نازلين، فاقدر اسوي فريز او سيمي فريز وبعدين احاول ادخل مع التيم. ارسلت سونا فوق مع الشباب عشان يعني سونا راح فوق عشان يساعد الشباب، انا رايح استقبل الويف، وهذا اللي احتاج اسويه. وكذا تلعب، this is how you play the game to a certain extent. انا الليننج فيز حقتي انا وحماده ولا حقتي انا والشباب عامه بالذات في كيت is very good these days، وانا هذا اللي أركز عليه. اهم شيء عندي ما يهمني فزت ولا انهزمت، ما يهمني. اوكي okay. طبعا يهم، كلنا نبغى نفوز ونبغى ننبسط، بس احنا لو نفكر في الجيم من منطلق انه اوكي انا ايش المشكله عندي؟ عندي 1 2 3 انكفش من الجنجل كل شويه، اموت ما ورد زي الناس الوادم، ما اسوي ويف مانجمنت كويس، السي اس حقي مره واطي، ما اسوي فريز، ما اتابع الجنجل،
ايش الحاجات المشكله، وتلاقيني امسك الخمسة ايام الجايه، العشرة ايام الجايه، العشرين ايام الجايه. Adapter, thank you for the host, man. 77 people. I'm not staying for long. Thank you so much for the host. ال 20 جيم الجاية، 30 جيم الجاية، تركيزي الوحيد كيف أحل المشكلة هذه، إلين أحلها وأتمكن منها ويبقى عقلي الباطن يشتغل فيها. خد وقتك. في ناس يحل المشاكل هذه في جيمين، في ناس يحل المشاكل هذه في 100 جيم، ما فيها شيء. أوكي؟ فـ I'm freezing، ما عندي شيء، الجنجل حقي نازل بوت. طبعا لما تتعلم ويف مانجمنت زي الناس العوادم ان شاء الله شباب في المستقبل هتفهم انه ليش والله انا مثلا اهو يعني الويف هنا كم عنده 1 2 3 4 5 هذا ب 2 انا عندي 1 2 3 4 5 6 يعني هم عندهم 7 وانا عندي 6 طب ليه يا عمر سويت كيو على المينيون ويف كلها لانه هذا جالس يسوي اوتو اتاكس بسرعه على المينيونز بيحاول يدفهم فانا عشان اخفف يعني عشان ما اخليه يدفهم تحت التاور انا لازم اي ثين ذا ويف زياده يسموها ثينينج ذا ويف فضربت كيو جلست استنى هو يضرب اوتو انا تقريبا اضرب اوتو يعني طبعا هو عشان عنده كان مينيون زياده فما كان يهمني تمام وبعدين سونا هنا انت الانت العظيم شوف السونا هذا موجود ولا مو موجود ابراهيم اليوم شفته هذا اكبر انت في الحياه هذا دايموند يا عيال هذا دايموند فور يا عيال ما امزح اوكي هذا دايموند فور يا عيال انا بلاتفور انا بلاتفور وهذا دايموند فور مينيون ويف يا كبرها راح زي الابله من دون تريد اوبورتونيتي مع انه هذا ما بياخذ مينيون طبعا المفروض احنا باي ديفولت ما نسوي تريد الا اذا جاي في ادفانتج يعني تسوي تريد لما في احد بياخذ مينيون هذا قرر يروح في خشمه والجنجل مو فيه يعني يقول لو الجنجل هنا اقول هيه بيفكر اخذ الاجرو كله بدل ما اللين يسوي بوش عليه صار المينيونز كلهم يضربوا كل شيء سواه هذا غلط كل شيء ان ذا لاست 10 سكند وكملت وقف محله جلس يضرب اوتو اتاكس على هذا وكمل اوتو اتاك ثاني على هذا واخذ له اوتو كمان زياده وبعدين انا ما هيلت صراحه يعني غلطتي بس انا قلت ما يحتاج هيل خلاص هي سيف هذا جاي انا دحين سقعت اكزوست انا استنيت الاكزوست يجي والمينز كلهم قلبوا علي شايفين انا لازم اطلع من الرينج حقهم عشان ما اقدر وبس عشان عندي هيل ماني خايف وهذا اوريدي سوى الهيل حقه فماني شايل همه وما عنده مانا فاي نو اي كان جيت ا كيل اللي صار سوى اكزوست من يوم ما سوى اكزوست انا ارجع المفروض السونا يرجع انا ما اقدر ادمج ليش طماع يروح يضرب يضرب اوتو انا لي اكزوست انا طبعا شوف هو دوبك بيموت انا سويت الهيل يعني الهي في نفس الثانيه اللي هو مات فيها ايش يفكر السربوت هذا انا ما في معلوم عدينا اوكي انا ايش غلطت هنا انا شوف فانا بغض النظر انا جالس احكيكم انه سونا اللي غلط انا ايش كان ممكن اسوي رايت ايش كان ممكن اسوي عشان احل المشكله حق السبورت هذا المفروض وهنا اللي الحاجات اللي هي ناب نتعلمها المفروض لما شفته قدم زي كذا اروح اقدم معه انا ما قدمت معه انا طبعا انا ما كان بيتكلم معي الله يهدي ما يتكلم طبعا انا ما نفسي سولو كيو كنت جيم كنت جالس في جيم في ديسكورد اربعه كلنا مع بعض يقول لي انا داخل كان دخلت معه فتوقعته هنا شرد خلاص حيرجع ما ادري ليه وقف محله فطنشت اوكي ولا كان المفروض اول شيء من يوم ما الاخ راح زي الاهبل انا اروح معه زي الاهبل وهيره ونطلع هذا برا الرينج اوكي ونكمل نقتله جاب الاكزوست انزل هنا وبعدين ارجع مره ثانيه يعني شوف حتى هنا انا مره طبعا هذه فلاش كيو ابله الاي حقته رجعت انا بعد الجيم هذا من يوم ما شفت الغلط هذا على طول رحت سويت كده واحد جيب هذا عشان اوريكم الليرنينج بروسيس لول ويكي يومي انا طلعت ايوه هذا كمان ليش ابغى اشوف يومي السي دي حق الاي كم 12 10 9 8 اوكي يعني لو انا فاهم وصاحي ما كان استحمرت كان شفت انها سوت الاي هنا الاول نشوفه دحين وكان عديت
في بالي او حطيت في هذا الاي الاول خلاص مفروض 10 ثواني رجعت. اوكي يعني اتليست ليفل 4 يعني ملفلها ليفلين 10 ثواني رجعت. وعندهم هي رجعت كان مفروض خلاص انا عادها وما كان ضيعت الفلاش. وهذه الحاجات اللي تبني النوليدج حقك مع الوقت. اوكي هذا الجيم كده يا شباب 140 شامبيون ولا نمرس ماتش ابس تحت. ماتش ابس حقتنا في البوت مهوله. ليش انا احب بوت؟ اكبر لين في لو ماتش ابس عشان في 4 اشخاص مش عشان واحد واحد انت واحد ضد 20 كل يعني خلاص تلعب شامبيون تلعب قدام ال 20 شامبيون وال 15 شامبيون قدامك انتهينا. انا ممكن انا كيت قدام دريفن او يعني قدام ازريل بطريقه بس عشان ازريل ومع ناتروس بطريقه ثانيه ازريل مع لولو بطريقه ثانيه انا مع زونا بطريقه ثالثه فاهم. ف ات بيكمز اكسبوننشال الفاكتوريال تحت فيها مره عالي فعشان كده مره انبسط في التوب. اوكي فعشان تتعلم كل حاجه في كل ماتش اب في كل تشامبيونز لازم تجمع معلومات وانسى كلنا بني ادمين ننسى. سوى هيل دوبو اوكي اشرت اشر انه سوى هيل والثاني سوى فلاش. انا على طول اليوم بعد ما تفرجت الجيم هذا رحت عرفت انه والله السي دي حقها 12 ثانيه الين 8 ثواني ليت جيم. فدحين ان شاء الله في الايام المستقبليه قدام يومي حتلاقيني اهو بديت احرص واستقبل مع انه انا شفت حق لول ويكي هذا حق يومي اكثر من مره قبل كذا بس انسى الين ما خلاص تتخزن والتكرار يعلم الشطار. ارجع ثاني زي كذا عدي بسرعه ايش صار. طبعا لا تنسوا يا شباب يعني اهو خلصت سويت شافل الويف ما رجعت زي الاهبل. سويت شافل الويف زبطت الويف حقتي وصلت تحت التاور سويت ريكول عشان انا لما نرجع من البيس عندي هنا اكشلي الويف ما زبطتها هنا 100% ما اقدر اقدم اكثر لانه هنا اقدر اسوي شويه سيمي فريز بس ات ويل باونس عليا عشان انا عندي كمان بي اف I wanted to get a BF. أقدر دحين أرجع. اللين is pushing علي already. طبعاً إز اللي قدامي الله يعطيه الصحة والعافية ما يفهم ولا شيء. ويف مانجمنت زي الناس الأدم. أنا وهذا برضو diamond 3 diamond 2. He is always shoving the wave into me من دون ما يفكر. سمعوا الكلام هذا عمر قال. إن راجعت الأقيام لقيته نهي قنده. يبي يفرم سيف من دون ما يمنتين الوايف. كان يقدر يسوي فريز هنا فوق ما يبغى يسوي فريز كان بدل ما يسوي فريز يسوي شف احسن من ده ما سوى شف كان ياخر المينيون ويف هذا اللي فوق ياخرها يستنى لين ما تيجي 2 مينيون ويفز ولا حتى الثالثه يشوفها جايه في الطريق وبعدين يسوي لهم شف مع بعض عشان يسوي ريست للين ما يبغى يسوي ريست للين جالس يضرب المينيونز شايف جايهم اوتو اتاك يو اوتو اتاك يو المفروض ما يسوي اوتو اتاكس ف Again, even when they are in diamond and in medium diamond, they still do the same stupid mistakes. Okay, sad, true. فطالع اكتشف ليه انا وحماد نفوز اللين 70-80% من اقيامنا؟ عشان we are just better in lane. عشان بنحاول نتعلم نستفيد على اساس والله بس الجيم is not just about the lane. Okay, انا الجنجل حقي جاي. ميد راجع توب حقنا مو موجود الجنجل حقنا بوت سايد وي ار تراينج تو مينتين كنترول على شو اسمه على البوت سايد برايورتي عشان ناخذ دريك ولا ما كان سويت الشف هذا يا شباب كان سويت شف ثاني اجين انت تختار كيف تلعب اللين على حسب متطلبات الجيم ولو طالع فيها يعني اجين ام ستيل بوكينج هيم اندر ذا تاور وحتشوف البوك هذا ايش فادني بعدين. اوكي البوك هذا فادني انا ضيعته فهذه دخلنا قتلنا الاول جاء نزل الثاني ضربته سويت الالتي حقتي ليه هذا ما نزل هذا ما عنده مانا وما نزل لانه هلته قد كده ربع يعني لو نزل قدامه كان مات فيو سيت اب لين فور مالتيبل ثينجز في كل العالم يعني كثير ما يفكروا قدام دقيقتين ولا ثلاث دقائق ما يفكر يفكر على اللي قدامي وهذا اللي نبغى نتعلم عليه الاقيام الاستراتيجيه اللي هو ان كان موبا ولا الار تي اس جيمز يسموها ريل تايم استراتيجي جيمز دائما تبغى تفكر قدام انا ايش حاسوي مو بس تجري زي لما تلعب شوتر جيم فورتنايت
ولا كول اوف ديوتي ولا هذا اقتل اللي قدامي وخلصنا. نو no. زي لما تلعب رينبو سيج مثلا، ايش نسوي، فين نروح، فين نستراتيجايز، فين نحضر. انا ابغى اجهز الويف عندي، ابغى اجهز اللين. طبعا انا والشباب جالسين نتكلم هنا وكنا بنقول انه والله ها تبغاني اسدت لك ويف كبيره نخش تحت التاور نسوي شو اسمه نسوي دايف. قال يس ام ريدي ام افيلبل. شفنا ايكو ما هو موجود، قلنا حنسوي دايف. جهزنا اللين، جاء هو من فوق من هنا، احنا دفيناه ان اتس ايزي. هو اخذ اجرو، انا ما ضربت ضروري، اخذ اجرو. طبعا هو سوى سمايت ريد سمايت، اول ما سوى ريد سمايت اخذ اجرو، المفروض اخذ اجرو مع الضربه مع الاوتو الاولى. انا ما نعرف ليش ريد سمايت ما جاب له، انا تفاجأت حتى من الجيم وقتها انه ما جاله، يعني سوى ريد سمايت وما والتور اجرو ما جاء عليه، التور اجرو ما جاء عليه لين ضرب الاوتو. وهذه بالنسبه لي انتراكشن غريب، انا صراحه ما اعرف، انا اعرف الانتراكشن غير كذا، فاي دينت اندرستاند. اوكي، فهذه واحده من الحاجات اللي جالس ادور عليها لسه ما شفت لها حل. ريد دونت دو دامج، ات داز، ات بوتس ا دوت، ات بوتس ذا دوت دامج. الانيشال دازنت بت ذن ات داز ذا دوت دامج رايت. Starts after first A. Thank you. I learned something new today, Ayal. Yes. أنا عارف إنه red doesn't do smite damage. أنا قلت الريد الريد لما تحطها تسوي damage over time. Yes. Damage over time. It does damage over time, yeah, Stellinger. Damage over time starts after the first auto attack. You guys are sure? الريد سمايت تحط دات يا عيال، انا قتلتني كثير عشان الريد سمايت علي، انا عارفها. اوكي، زي الدات حقت الريد، فما ادري متى يبدا، يبدا بعد الاوتو اتاك اهو. فحاجه زي كذا كيف كنت حتتعلمها اذا ما سالت نفسك وشفت؟ يعني انا عارف البلو هنا عندي فلاش، عندي هيل، هم عندهم هيل، انا خلاص حاسبين. اوكي، ام ستيل بلاينج فيري اجرو. شفنا ايكو ما نخاف منه بالنسبة لي اتليست، يعني لانه احنا موردين كل المداخل، موردين هنا موردين هنا موردين هنا، وعندي فلاش وهيل. هنا ضيعت الكيو حقي زي الابلة، وما ادري ليش خاف السونا، بس في كل الحالات they cannot kill us. عندي اكزيكيوشنر، عندي هذا، I want to play aggro. اهم شيء اني ما اكون في تاور رينج، ووضعي سليم overall. هم they are desperate, they are just trying to take whatever. خلاص شلنا قتلنا، يعني الميد حقهم مات، البوت حقهم رجع من اللين، قلنا it's a good time to take هذا. حتى الجنجل حقهم موجود، انا كان ممكن ما اسوي الالتي حقتي، يعني واحدة من الاوبشنز الثانية بدل هذا. انا سألت نفسي طب ليش سويت التي يا عمر، ما كان جيت خليته يجي زي الاهبل وحاول نقتله وسوينا له ستان. بس سونا ما عندها التي اوريدي، فما حد يقدر يسوي له ستان، يعني ما حد يقدر نوقفه فول ستان الين ما نقتله قبل ما يسوي الالتي حقته. فقلت اوكي let me التي، تمام. فهذا اللي كان في بالي، لو سونا عنده ألتي كان لا، كان خلي سونا يسوي ألتي، أنا أسوي دبليو نخليه يموت سونا. والله أنا حسبت ما عنده ألتي، أنا في بالي لأنه سواها هنا ولا ما سواها هنا، ماني فاكر متى سواها. هنا ما كانت فيه، أنا حسبته سواها هنا. يس، فأنتوا صح، فهذا اللي كان في بالي وأنا بسوي الألتي حقتي. أنا بقول لك أنا إيش كنت بفكر، فأنا لما كنت بفكر كده طالع أوكي طب عنده، كان المفروض أقول له سوي ألتي، هذا معناها عندي شوية أويرنس ناقص، بغالي كان أطالع. أنا من الناس اللي أي شيء وأنا أتحرك أنا أطالع في المينيمم بسرعة، هذا أطالع فيه ولا ما أطالع فيه بس لما أبغى أسأل في ألتي ولا ما في ألتي. أوكي، فسويت الألتي خلاص، إحنا أنقلق شرد سيب لنا الدريك. طبعا هي في كل الحالات هي وين وين، يعني احنا ماخذين الدريك، بس كان ممكن نقتل وناخذ الدريك ومقابل ناخذ الدريك، اللي هي opportunity cost. ها سويت ريكول، الويف از اوريدي سيت بروبرلي، انا سويت لها شف توصل لتحت التاور. حطيناه في محل مزري لا يرثى عليه، طبعا ما هم موردين زي الناس ولا الجنجل حقنا موجود. شايفين فكره الباونس كيف تسوي؟ تخليه تجبره يسوي شف للويف ويحط نفسه في محل في بوزيشن ما هو كويس. وهذا كيف سويته؟ بالصدفه؟
هذا كله سويته عشاني اعرف اسوي ويف مانجمنت، عشاني تعلمت ويف مانجمنت كويس، عشاني صرفت فيها وقت مره كثير، سويت رومز، رحت اتضاربت مع الناس، فارمي 112 في 12 دقيقه. وهذا اللي لازم نتعلم، وهذا اللي يهمني، فزت ولا انهزمت بعدين رايت right؟ بعدين it will come، صدقني اعمل كده حتفوز زياده، او حظك زي يا ابو كلب اربع ايام من خمسة ايام ولا من ستة ايام افك، بس مع الوقت حيتصلح وضعي، انا متاكد، انا متاكد. اوكي فاهو الويف از بوشينج علي، خلاص وي كولد ات، هذا في التي. طبعا حتشوفوا الالتي العجيبه حقت سونا اللي سواها، بسم الله ما شاء الله، اقدر اقتله بسرعه واقدر اشد البنين ويف معايا برضو، يعني ما حخسر منين ويف كثير، ما حخسر منين كثير ولا حخسر اكس بي، وحتى لو خسرت جولد شويه من اثنين منهم، لا تنسى انه التاور قبل ما يشيل الملي مينيونز لازم يضرب ثلاث ضربات على الملي مينيونز، فعندي وقت اسوي اللي ابغى اسويه وارجع. قلت لسونا يحط شو اسمه ورد هنا، طنشني، انا ما ابغى اسوي فيس شك، ما اعرف مين قدامي، حطيت الدبليو، ما حدا بيحط ورد يا عيال، انا حطيت الورد الحين. راح علي كم منين، ما اخذ كل، راح علي المنينين اللي في اليسار هناك. سوانا برضو انت مرة تانية، فين رايح يا ابني؟ فيش شك دايموند يا عيال، دايموند يا عيال، دايموند كده يسووا، فما بالك البرونز ايش حيسووا. اوكي هي دايت، رجعت بعد الكل هذه، اتس فيري وورث ات اني اخذ كل عليه، ايفن ده هو ميت مرتين، معناها رست الجولد حقه، الفلاش حقي وورث عليه، لو ما فلشت انا تأكدت منها بعد، لو ما فلشت كان يقدر يقتل، يعني كان شوف الدبليو حقته جايه في الطريق، كان ممكن احتمال يقتل جرافان لانه الشامبيون هذا خربان، ففلشت انتو الثاني هذه كيو، قلت له انت اقتل انا ما حقدر اوصل لها، رجعت الويف واقفه في محل. اوكي هنا ليش قررت ادف، كان يعني في كان عندنا قرارين، اسيب الويف زي ما هي اروح ارجع واجي، ولا لازم اسوي لها شف، 1 2 3 4 5 1 2 6 7 1 2 3 4 5، الويف حقتي حتسوي بوش اجباري، لو سيبتها من دون ما اشيل المينيونز هذول حيضيع علي ويفين مينيونز يعني، فلازم اشيل هذول، لازم اشيل هذا، لازم اشيل اللي بعده كمان عشاني هيلثي، ماني خايف، ماني شايل هم، هيلثي عالي كويس، هتلاقيني جلست انا متاكد اهو من قبل ما اشوف، قلت مني نيف تانية بسرعة، سويت لها شاف، ضيع ام الابيليتيز حقتي بسرعة، شاف ها جاء، ما يهمني جاء ولا لا، شيل المينيون، اقدر اشيل التاور ماني خايف منه عشان ما دام جاء لحاله، او اقدر اسوي ريكول، فكان عندك مالتيبل ديسيشنز تو ميك، يا تشف وريكول، المفروض اسوي شاف لمني نيف بعدها كمان قبل ما ارجع، عشان اللين لو رجعت وسبت المينيون ويف هذيك قبل ما ارجع وجهي حيضيع لي مينيون ويف كامله تحت التاور، صدقوني يا عيال ليرن، بالذات اذا خلصت من جولد اهم شيء تركز عليه تتعلم ويف مانجمنت. دحين انا سويت لها، سويت للويف ووك، الويف هذه لو ما حد ويف قدامها حتوصل للتاور، طبعا هو المفروض انه يوقف قدامها وما يوصل لها التاور ويسوي لها فريز، فانا ابغى استغل الموضوع هذا، انا سويت بريشر في اللين اللي تحت انه انا ما اخذت كل تحت صح؟ ما يهمني، ما ابغى اخذ كل تحت، رك از سيبناه هناك ويا ابلايد بريشر في واحد من اللينز اخرناه، از لو هو صاحي لو انا محله حسوي فريز للمينيون ويف عشان اوقفها هنا، واحنا في التيم الثاني المفروض لو هو هنا بيفرزن احنا معناها احنا عارفين انه عندنا نمبرز ادفانتج في محل ثاني، فعلى طول رجعت البيس ما حرجع اللين، جري سواب فوق ولا اروح ميد على حسب على حسب انا والتيم ايش نقرر. طبعا انا اي wanted تو جو توب، بس توب لقينا في زحمه وما نقدر نسوي شيء، واوريدي بيشيلوا الويف الشباب، قلنا لهم شيلوا الويف، والجنج والميد حقنا كان ميت، اضطريت انا اروح ميد، انا اشيل الويف هذه، ما نضيع ويف في الجيم يا عيال اذا تقدر،
ما تضيع ويف في الجيم يعني اذا تقدر. ما في ويف تروح هباء منثورة. اي ويف تروح هباء منثورة راح عليك. كام جولد من 6 مليونز؟ 145 130 150 180 على حسب قديش الستيج اوف ذا جيم. انا مضيع الارقام يعني 100 وحاجه 120 بلس اذا كان في واحد كبير بلس الاكس بي الاكس بي الخنفشاري اللي موجود المفروض ما يروح رايت. اتفرج على الكوتشنج سيشن اللي سويتها يعني عمر لاثنين جانجلرز عندي في القناه حبيبي، شرحت لهم بالتفصيل يعني الشرح طويل يعني حتى ساعتين، فشوفوا وان شاء الله تتعلم. في كوتشنج سيشن سويتها لواحد دايموند وفي كوتشنج سيشن سويتها لواحد جولدي. اذا شوف انت فين بينهم وابدا يعني شوف الفرق بين الحاجات اللي انا قلت لهم يركزوا عليها. هذه واحد يعني شفتني ايش ما سويت؟ راحوا في تايم تيم فايت الشباب، ايش اول شيء سويته؟ وانا اجري وانا بجري على العيال ضبطت الويف حق الميد، يا تسوي لها ريست يا تسوي لها شف. وانا كنت افضل انه اقدر اشيل مني ويف ثاني بس وصلتها للتور معناها في ريست حيصير، اوكي؟ ودحين سوينا تيم فايت، التيم فايت هذا كان خطا. اول خطا صار الجنجل حقنا ونت يعني ديب دايف من واحنا شايفين واحد. الخطا الثاني صار انه انا والسبورت حقي اول ما شفنا داريوس والعيال ما رجعنا. الخطأ الثالث صار انه التيم حقي قرر يروح على الباك لاين وسابونا. We have the damage, we have the advantage. احنا اللي we force the team fight هذه واحنا اللي خسرناها عشان a lack of coordination. ليش اقول لكم لا تلعبوا team fights في solo queue؟ لانه ممكن تكون مفيت يعني. حاول ما تلعب تيم فايتس كثير في السولو كيو. التيم حقك بيسوي حاجة بلها طنش اهلهم وروح، لانه تيم فايتس في السولو كيو كلها كوين فليب، كل واحد يدخل على حاجة خطأ انت وحظك، نجحت معاك نجحت فشلت فشلت. الجنجل حقنا مفيت الين بكرة، راح مات ما سوينا شيء، ضيعت الالتي حقي ما سويت شيء، عندي هيل ما سويت شيء، جاء تي بي من الداريوس قبل التي بي حق او ماني فاكر وجا تي بي ولا جاء مشي، انصت بالالتي هذه لانه ما في كوردينيشن. سونا قرر يسوي التي على الباك لاين بدل ما يسوي التي على مين؟ يعني بدل ما يوقف لي هذول الاثنين اللي هنا قال انا ابغى اخذ كل سونا. يعني انا قلت له اليوم اول ما جاء ابراهيم اول ما دخلت استريم شفته قال له والله انا يعني بريء من الإيلو حقك اللي انت فيه، ما ادري اذا الدايموند فور كده انا غسلت يدي الحمد لله، خليني في بلاتفور اصرف لي. اوكي ما في فكر دماغنا هي. فهذه موفون حنشب لك الجيم اللي بعده يا عبد الله لا تشيلها. رجعنا ريسيت للين از ان اي دي سي، انا والاي دي سي والسبورت حقي، انا الدي سي والسبورت والجنجل شوت جو الثري مان، انا اترسل ميد، انا ما اقدر اروح سايد لينز، لو اروح سايد لين يقتلني يوني ولا يقتلني ايكو لحالي، انا ما اقدر اروح لحالي، دائما الاي دي سي لما يمشي لازم يمشوا اثنين او ثلاثه مع بعض، في عامه احنا نقول ثلاثه لان السبورت لازم يكون معايا والجنجل لازم يكون اراوند قريب مني ويكون في السترونج سايد اوف ذا ماب بيس زي كولت. فور سام ريزن البطل المغوار سونا قرر ينزل تحت. قول له طيب انا عارف انه ام سيف لانه ميت اليوني فماني شايل هم، فشلت دفيت المينين ويف على التاور اول شيء دائما بعدين سوي روتيت. افتكروا يا شباب اول شيء دائما بعدين سوي روتيت. نزلت تحت ما عندي شيء، سونا ما زال جالس تحت فور وات ايفر ذا ريزون، اتس فيري دينجرس انه هو يسيبني. المحل هذا اللي انا واقف فيه خطير، ممكن يجيني احد من هنا ولا احد من هنا، بس عشان شايف الجنجل قريب وانا ماني وهنا كله مورد عارفين لو واحد جاء، لو واحد جاء انا هتلاقيني نزلت على تحت. بعدين شفنا ايكو فوق وشفنا يوني فوق، اوكي فايسنا فهمنا توريد اباوت. كمل كمل سونا هذا الشامبيون جديد بالنسبه لي، الشامبيون هذا الله يعطي العافيه حتى بعد ما خلصت الجيم شفتوني في الستريم رحت سالت صيتو ايش سويت صيتو ايش الحركات اللي سويتها عشان انا اسجل في بالي ايش الرينج حقه. شوفوا يعني اول شيء
طبعا في الجيم هذا قتلني يوني قتله مو دحين بعدين، علمتني حاجتين من يوني ما كنت اعرفها، الرينج حق الكيو حقه والرينج حق الالتي مع الاي. لا تنسوا انه يقدر يسوي اهو، يعني شوف كيف ايش صار، الاي قدمته شويه، فانت لازم يو هاف تو ريسبكت الرينج حقه. الاي قدمته شويه، يعني شوف الاي كانت هنا وبعدين رجع على ورا، مو من محله وقف، انا ما انتبهت له. وبعدين سوى كيو وصل لين هنا التي، انا سويت له سلو بطاته. هذا الحمار مع احترامي الشديد لابراهيم قرر يجي في الرينج حقه، ضحك عليه فسواله كيو من هنا لهنا صاده. شوفوا قديش الكيو رينج عيال، يعني 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 رينج اوتو اتاك حكيت. انا الشامبيون هذا اليوم من بعد اليوم ما اجلس في رينج اوتو اتاك وفلاش كده. انا عارف الرينج حق الفلاش والاوتو اتاك حقي، انا هذا الرينج اللي هخليه بيني وبينه دايما، اوكي. وبرضه يعني هوريكم اياه، صاده بكيو سواله التي، هذا الكومبو حقه دايما، اوكي. بعدين سوى دبليو قتله ورجع، طبعا سواها فيه مره تانية. بس يعني خلينا من التيم فايت العجيبه هذه. هنا لما اخذوا بارون انا كفشتهم، تعال نطلع ذا فاك ابوس اجين، نظبط الويف بيت بعدين تطلع فوق. هنا اي بلايد ات سيف، حطيت الدبليو هنا، دائما انا احط الدبليو هنا دائما. احلى شيء في كيت وانت بتستعد انك تسوي فايت، المفروض تزبط المحل اللي انت فيه. يعني شوف انا مين اشيل هم وانا داخل التيم فايت هذا، اشيل هم الزباله يوني عشان يسوي الكيو عشان يسوي لي سي سي، اشيل هم الفلاش اي حقت داريوس، اشيل هم الستن حقت ايكو، رايت. فانا خلاص عارف الشامبيونز هذول، حافظهم شايفهم عارفهم. ف وات دو اي نيد تو كير اباوت، هذا شوف داريوس سوى الاي خلاص داريوس انتهى. شفت هذا سوى الكيو الالتي، عارفين انه سوى الالتي اول، عنده الكيو، فلازم اخلي الرينج حقي بينه وبينه بعيد الا اذا كان عنده فلاش. طبعا انا ماني فاكر يعني دائما موضوع الفلاش هذا احيانا انساه، هذا اللي اشيل همه اكثر واحد. وفعلا رجعت سيف استنيت، عندنا فلاد، فلاد يقدر يسوي فرونت لاين، انا اقدر اسوي دامج فروم بيهايند. هذا انا جالس اضرب مين، انا طنشت الناس اللي في اليسار، جالس اضرب الايكو، اوكي ابغى الايكو يطلع عشان فور مي فوكسينج اون ذا جنجل اور ذا فرونت اللي هم السكويشيز اهم شيء بالنسبه لي عشان وي ستوب ذم فروم بارن من دون ما اموت. ما اروح زي الابله اوصل هنا واضرب ايكو، اقرب هنا. ففلاد اوريدي سوى لهم زون الله يعطيه العافيه، انا دحين اقدر اضرب هذول ببلاش. فشفتني قربت شويه، سويت كيو عشان اضرب هذول الاثنين. هذا اول ما جاء حط الدبليو، انا مسيب الاي والفلاش عشانه، اي على طول اوت اوف رينج، رجعنا اوكي. ف بالنسبه طبعا سونا اجين يعني ما شاء الله عليه جدا محترف، نبغى يجيب التي الجيم هذا ما هو راضي، وهذا او تي بي سونا يعني. الاول قلبنا دريك يفليب ذا جيم. فاز ان اي دي سي اتس فيري امبورتنت. شوف انا وانا وانا فاهم الكلام هذا كله والمفروض بقوله اغلط وانكفش واغلط وانكفش واغلط وانكفش واتعلم واتعلم بشويش واتاخر. في ناس ما شاء الله عليهم بيلعب اي دي سي سنه ولا سنتين واحسن، يعني صار احسن مني من 5 سنين وانا اشتغل، اوكي. هنا هذه الكول العظيمه يا اخي، انبسط لما نلعب كوردينيتد بلاي. انا ليش انبسط لما نلعب 5 ضد 5 مقارنه بلعب سولو كيو؟ اي دونت كير مين كره مين فاز مين احسن مين كويس. وقفنا هيتينج بارون يا عيال، وقفنا وقفنا بارون على 2000، الجنجل حقهم موجود، ما نبغى نسوي كوين فليب، ما نبغى نبهدل الجنجل حقنا. لو كلنا جلسنا نضرب وهذا جاء نخليهم دي كونتست 50%، وقفوا يا شباب وقفنا، مركزين على الجنجل. الجنجل نزل بارن عنده 2000 ما يهمنا، جاء سوى سمايت اوكي خذوا بارن بلاش. هذه كثير ما يفهموها، ليش دائما لازم توقف تضرب البارن لما البارن اقل من 2000؟ عشان الجنجل يقدر يسوي سمايت، عشان لو الارقام بتمشي بسرعه الجنجل ما حيلحق يسوي سمايت. دائما في الهاير ايروز حتلاقي الناس المحترمه الفاهمه اللي في عندهم كونتست بنفسه يوقف على 2000، اول جنجل بيقول لهم تيكت معي اوكي. فوقفنا كلنا
كلنا ما عدا السونا. السونا ضرب الكيو حقه وهو بيضرب على، شوف السونا الوحيد اللي بيسوي اوتو اتاكس. شو السونا اوتو اتاكس اوتو اتاكس اوتو اتاكس، ما تفرق الاوتو اتاكس حقته، بس كان معانا في ديسكورد وسامع السربوت. ما في امل، تعبني سونا، تعبني تعبني نفسيا. اوكي صقع ام الباسف حقه على بارن، هو اللي جالس ينقص بارن. اوكي نزل هذا يعني ما هو متحمس طبعا. الاي كيو اللي سواها اوس كانت حلوه اوف كورس، بس البارون اكثر من 2000، ما نشيل هم البارون ان شاء الله. مين اللي حيسوي 2000 دامج بوان كومبو؟ مره تشامبيونز قليل اللي يقدروا يسووها، وحتى لما يقدروا يسووها يتهاسوا بيه لازم يسوي كل حاجه صح. اوكي مات ومسوي لنا سمايت، قلنا له شكرا اعطيت لنا سمايت ساعدتنا رايت. شلنا ريسيت على السريع. انا ليش ما سويت ريسيت على السريع ماني فاكر. جرب ان توب. اوكي هذه الموته يا شباب، هذه شوفوا يعني. شوفوا قديش الرينج. انا خلاص في بالي، انا قلت بعد ما شفت سونا انا قلت حخلي بيني وبينه رينج اوتو اتاك حقي وفلاش مزبوط. جاء من هنا، من هنا سوى اي طلع هنا وسوى كيو. طبعا عشان انا كمان بومر ما شاء الله علي، كان ممكن اسوي فلاش بس ما انتبهت. سوى كيو رجعت على ورا بس ما لحقت يعني، ما فلشت، كان المفروض افلش على طول. اوكي صادني، وبعد ما صادني كان ممكن، ما ادري اذا كان ممكن افلش ولا لا، انا يبغى لي اجرب الانتراكشن هذا. كان المفروض اكسر ام الفلاش، قلت ما هيحتاج عندي هيل. سوى الالتي جابني، سويت الهيل ضربني ضربتين انفجرت. اي كان فلاش بعد الاول قصدك سبوزدلي اي شوت يس. انا واحده من المشاكل عندي انا عمر، اي دونت سبام، اضغط يعني انا ما احب تك 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 شو اسمع. احيانا تسمع ستريمرز ولا هذا يضغط على الدبليو 60 مره تك 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 تك، انا ما اسوي زي كذا، انا اضغطها واحده اثنين ثلاثه وامشي. اوكي فاي ام شور انا ضغطت الفلاش مره ولا مرتين وما زبط معايا و اي دينت سبام ات. الموته هذه علمتني هذا من دون فلاش. اوكي يقدر يجي هنا يطلع هنا يسوي كيو يسوي التي يرجع فلاش. لو عنده فلاش يقدر يجي هنا يسوي فلاش يسوي كيو ويرجع. شوفوا قديش الرينج ابن الكلب. شوفوا معناه as an ADC how much respect you have to give this stupid champion. يا ولد لو اشوفه هنا انا اوقف هنا، هنا انا اوقف هنا ليه؟ طبعا هذه مصيبه بالنسبه لي في التيم فايتس. في التيم فايتس ما ادخل الين اشوفه سوى الاي والكيو حقته. وصادني ما واحده ثانيه زي كذا فيها مره زعلت ما قتلته. فالتيم فايت هذا الشباب خلصوا ابطال، انا ماني موجود. اجين خرجت من اللين بوت خالص ما عندنا شيء، صار تيم فايت. انا ايش اروح اسوي؟ اروح اجري في اي محل؟ لا اروح فين مينيونز، اروح اجري على مينيونز. بوش الويف ابلاي بريشر، سلت الويف الاولى ما توقفها هنا، توقفها هنا. لو وقفت هنا طبعا عارف انا ماني خايف، انا كلهم ميتين لو انا ماني شايف احد. وحطيت الوارد حقتي هنا السكراير، ليش نجيب الازرق؟ عشان نحط الوارد. وبعدين ابغى اسوي ووك للمينيون ويف للتاور، ابغى اسوي لها ووك للتاور، شيل هذه وصلها التاور عشان تسوي باونس عشان هم يخسروا مينيونز واحنا نستفيد مينيونز. اوكي ويف مانجمنت، ويف مانجمنت از سو امبورتنت. شلت هذه خلاص المفروض. ليش طمعت؟ طمعت عشان شفت شفت اثنين ميتين وشفت يوني وفوقه الثانيه شو اسمها يومي تحت، قلت ما اخاف اكمل بني ريف ثانيه وهذا ما يقتلني يعني. اي دونت هاف وهيز ريد واز اب يس. احنا قلنا انه حنشيل التوب هذا حقه كله، حتشوف انا شلتها كلها دحين. اشيل المينيون ويف هذه ثاني، هذا طلعناه من الجنجل حقه يعني. اجين شلت المينيون ويف، ما يجنجل، اخذت الريد بعدين اخذت الريس. اي دونت هاف كيلز يا عيال، بس وي هاف سو ماتش بريشر ان ذا ماب and we're moving and we're depriving them from CS and we're depriving them from from XP. وهذا اللي يهم في الجيم يا شباب. ناس يقول لك انا انت ما عندك كلات، انا عندي 20 كل. it doesn't matter. طبعا
إز حقهم ما شاء الله عليه بطل out of position كالعادة. الإز حقهم دايمد يا عيالة. It's not a jungle difference moment only يا خالد. The whole team collaborated in this. الجنجل لحاله ما يقدر يسوي كذا. بغض النظر أس كان ما شاء الله عليه مبدع ومخرجه برا الجيم ما فيها كلام. بس for him to be able to do that, البوت كان بيرما بوشت. الميد كان دائما جاهز انه يسوي روتيشن. احنا كنا دائما جاهزين نسوي روتيشن. اوكي ف ف ف ف the idea is it's a supportive team. لا لا دايموند ما كان بلات دايموند انكفش جاي جاي من هنا الاخ. واحده من المشاكل دائما اشوف الورد في السايد. قتلو قتلنا الاول هذا طبعا طبعا. ايكو انا اقدر اقتله 1 في 1 ماشي الهم روح وراء حالي واطلع من الجيم. هيرجع. رجع تاني. انا قدني اورد يا شباب وانا جاي هنا يعني شوف وانا ماشي نرجع وانا ماشي هنا حطيت الدبليو هذا هنا دائما دبليو محلات كيت الدبليو هذه لا تنسوها يا شباب. وجيت هنا سويت دبليو تاني هنا يس وكان كنت بسوي دبليو تاني انا ماني عارف ليش ما سويته ما يا اني ضغطت وما صار ولا هذا. فالمفروض في دبليو تاني هنا في كل الحالات انا عادة احط اثنين. موجود اضرب عندي ريد وعندي ستورم ماشي الهم اكله ثلاثة اوتو اتاكس اخذ كيو انصقع مرة تانية في الدبليو مات. فدائما تخلوها في المحلات هذه اللي هي اللي متوقع لينز يمشوا فيها يس. وهذه كلها اجين ما جات اعتباطا جات بعد ما تعلمت وحاولت وجربت محلات وشفت استريمات ناس يسووها ولما انا اسويها وانا ماشي وكأنه عادي كذا وانت جاي جنبي برونز ولا هذا تقول انا احسن منه ولا هو احسن مني والطقعة والله وال 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 والمدري مين مستحيل. اوكي سو ذا اماونت اوف ستاف يو دو والثوت بروسيس اللي وراها. الفكر هذا يا شباب ما جاء في يوم وليله. كل يوم تتعلم حاجه جديده تبني 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 لين ما توصل المرحله. شوفوا هنا يا عيال انقهرت انقهرت بعدت عن الالتي حقته حسبت اني برا الرينج ما فلشت فجاء سوى سوى كيو عليه بعدين سوى الالتي. شوف جالس طالع حسيت اني في الطرف لازم يتعود على الرينج حقها. جابني بعد ما جابني اي فلاشت بعد ما اي فلاشت سوى الايه هنا غلط يا اخي عشان الفيجوالز ما تشوفها زي الناس الوادم. لو حط شو عندي ثلاثة دبليوز لو حطيت دبليو يعني هذا اللي انا طلعت منه من الجيم هذا تعلمت انه انا عندي مشكلة في كيت مع الدبليوز مع الاوتو اتاكس. لما كل ما اسوي اوتو اتاك اقدر احط دبليو تحت واسويها احيانا بس في نص الزحمة زي كذا انسى اسوي الدبليوز. لو حطيت دبليو هنا بعد الاوتو اتاك كان فزنا التيم فايت عادي لانه هذا الشامبيون ايش يسوي يا شباب يرجع باي ديفولت اجباري على الـ على الاي حقته صح. ما حطيت دبليو هنا ما شفتها ما عمي لاني اعمى. بعد ما حطيتها جاء سوالي كيو جابني ولو انا حاطه الدبليو كان قدني قتلته. عندي لايف هير ريدكشن عندي دامج كان يمكن ادولي اوتو اوتو يعني اوتو عاديه وبعدين اوتو امبورت احتمال كان ممكن اقتله. فا اجين اليوم كان الشغل الشاغل عندي وانا بلعب قيامي انه وانا في نص تيم فايتس اسوي الدبليو وبرضه ما سويتها زي الناس العادية. لازم اعود نفسي فلازم 10 20 30 جيم وانا كل جيم افكر نفسي يا عمر وانت في نص التيم فايت مع كل اوتو او بعد كل ابيليتي بعد الكيو ولا بعد الاي في نص التيم فايت حط دبليو في الارض. طبعا حط دبليو في محل صح مو بس ترميها في اي مكان. ففي البدايه ابغى احطها في اي مكان ما عندي مشكله بعود يدي اني لما اضغط اي اضغط دبليو لما اضغط كيو اضغط دبليو لما اضغط اوتو اضغط دبليو بعدين اعود نفسي اني احطها في اماكن مفيده. اوكي فهي اجين ليرنينج بروسيس. اهو شوف هنا سوى الاي اكل علقه على شوف دبليو هنا طيط هو راجع حسبتها اكل كيو اوتو هو كده هي هذا الشامبيون هذه من اكبر الكاونتر بلايز عليه تستناه فين يجي. طبعا هو يجهز الكيو حقته عشان اول ما يجي هنا يسوي كيو علي. انا اوريدي قد مجهز له كيو كف على وجهه والدبليو. اوكي ايه استناه لازم استناه كده استناه طق طق
طبعا ممكن مفروض اني اوقف ابعد من كده عشان لو عدى لو سوى فلاش ولا حاجة الكيو حقته ما تجي علي، بس انا ما فكرت وقتها. اوكي فهذا طبعا هذا مات، خلصنا الجيم الاول. التيم فايت هذا اللي هنا خلاص. I'm very powerful. لما نلعب كيت انا العب فرونت لاين مرة كثير عشان الرينج حقها مرة جامد، ولما يكون عندك بيلرز كويسين تقدر تسوي الكلام هذا. كاتلول از خلاص از اوت اوف ذا جيم، مستحيل يسوي اي حاجة. ما نوقف محلنا ما عندنا اي مشكلة. هذا الدامج كيت على ورا، ودائما لما تكيت تحاول تكيت وتخلي واحد شامبيون بس بيضربك ولا بتضربه. وير اوريدي فيري فيت. الجيم هذا انتهى. ف this is how I think. This is how you should think in this game.